سيد الرئيس اللي تنوه بعد ذي القضية سؤال عنه وأنا ما شفته. سيد الرئيس ما شفت رأي مخالف. سيد الرئيس الكلمة لك في الحكومة. البرلمانية صوت الشعب. كمان سيد الرئيس شكرا السادة وسيدات النواب. طبعا كان لي الشرف اني نعود معاكم اليوم لنقاش هذا القانون اللي احنا نعتبره مهم جدا. طبعا كان الجو اللي دار فيه النقاش كان جو من الصراحة والجدية ونعت أهمية هذا القانون. نختار فقط السابق نمشي إشارة الردود على الأسئلة نقول على أن نذكر ربي بما بخبار حماية المستهلك في البلد ياك تعود الناس واضحة لها الصورة على أنه في سنة 82 كانت في وزارة التجارة إدارة ينقالها إدارة الرقابة الاقتصادية يعني ما كان حد يتكلم عنها حماية المستهلك على الرغم على أنه أول مرة أنشئ قانون حماية المستهلك كان في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1962 يعني إحنا 82 ما كنا نتكلم عن الموضوع. بعدين في 84 نفس الإدارة سموها إدارة الرقابة الاقتصادية والتجارة الداخلية قلت عنه نفس الإدارة في سنة 84 سمات إدارة الرقابة الاقتصادية والتجارة الداخلية ورجعوا سنة 86 سماوها إدارة التجارة الداخلية والمنافسة وتموين السوق. في سنة 2003 رجعوا سماوها إدارة المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش. يعني في 2003 بدأ ذاك البعد اللي يهتم بحماية المستهلك. ومن 2003 إلى 2020 والله أغشت 2019 ياك نعود دقيق ما نعرف اللي يخلق بالضبط. نحن بعد ما نجينا الحقنا قدامنا لا الاسم وبعض الموظفين ولاني مبالغ إلى قلت لكم أنهم ما كانت عندهم ولو دراجة هوائية يعني رجاج هم يضبط يعدل حماية المستهلك وموريتاني كامل يعود ما عنده أي وسيلة عنده شو موظفين يخلصوا ما ظهر لي على الناك وهو اللي الأمثل وذاك جر طرفه على ياسر من القضايا اللي تعرضت لها كاملة عنه. احنا الحكومة الحالية ما عندها عليها اي مسؤولية تراكمات الماضي ويقر يلا تعود اخر مرة بدي ما نقدر نخلو بلدنا تخسر وانتم كل واحدين يجوا واحدين يقولوا تراكماتك ما وصالح باللي احنا يعلم الله عنا قبلنا المبادرة عنا نحيو هاي الادارة لان نسمعوا ذا اللي ينقال دائما عن فيه الامراض الخطيرة المنتشرة وعلى سببها المواد الغذائية والله المواد منتهية الصلاحية مع أني هون ما نقدر نأكد بلي ما عندي معطيات علمية تربط هذه الأمراض بالموضوع مواد منتهية الصلاحية وشوفنا على أنه لأن نفعلوا الموضوع اللي هو ياك نقدر نحاولوا لأن نساهموا في تقليل أضرار المواد. يعني كان في مسألتين واقع عليهم الاتهام في موضوع صحة المواطنين وانتشار بعض الأمراض اللي ما كانت معروفة منهم الأدوية المزورة ومنهم مواد منتهية الصلاحية. طبعا الأدوية كانت من شغلة وزارة الصحة واخترنا نخلوهم على جنب باللي هم ياسر مواضيع متشعبة واخترنا احنا نتولاو الموضوع الثاني ياكي لا خلق التكامل نشوفه كان لا يخلق تطور ايجابي على صحه المواطنين. وقطعا الدرت عود شفتوا ذوك الاجراءات اللي قبص وزاره التجاره او وزاره الصحه بليسو في اخبار الادويه وياك يلحقوا الدرجه اللي تعود الادويه ما تلات توصف بذاك الوصف اللي كانت توصف به. وحنا هما اللي من الساعه اللي بدانا كنا نعرض سيارات من عند الوزارات الاخرى وكل شيء ياك نعدلوا اي شيء. وبعدين نعطاونا ذوك سيارات عطيتهم رئاسة الجمهورية ما هم ميزانية لأنهم ينعت اهتمامهم بالموضوع وبدأنا نشكلوا فريق والفريق لحد ذاك صغير باللي عندنا في نواكشوط أربع سيارات على ثلاث ولايات
وعندهم رقم ويتصلوا بهم الناس من جميع المقاطعات ويحاولوا لأنهم يستجابوا للنداءات. وطبعا ما عندنا خلية لجمع المعلومات في حماية المستهلك، الله يعود فيها خلية لجمع المعلومات اللي هي تريمونتي ليزانفورماسيون عن الناس اللي قاعدين يزوروا مثلا المواد الغذائيه، والله يحولوا مواد غذائيه من امبلاجها دوريجين شارع امبلاج، هذا كامل يحرموا القانون. دونك يا غير دائما نجبروا معلومات اللي نجبروها نتابعوها ونحاولوا كان نوصلوا للمصدر ونعودوا نتعاملوا معاه بالطريقه المثلى. طبعا اللي موجود حالا بعيد عن طموحنا، لان عندنا طموح كبير لهذا البلد، كان ابسط شيء عنا ما نهتموا بالموضوع ونخليه كيف كان، كان اكثر لنا راحه ما نعودوا قايم علينا العياط ومتهمين، وحتى ان قالنا الكلام الخاسر على وسائل التواصل الاجتماعي يا غير، لان مقتنعين باهميه الموضوع ومقتنعين على الدوله ان يعود جهازها التنفيذي ضعيف ما تغير شيء، لان الدوله يطلع اقوى من الجميع، لان الدوله اقوى من الجميع وعندها القوه انها تردع الجميع، داروا الناس يسقموا. ودائما نقول نظريه عن ليزامانت هاو الغرامات اللي شفتوا راهم بالعمله الجديده على فكره، ما هم بالعمله القديمه، لان تشوف مليونين معناها انها 20 مليون من اللوبيه القديمه. انا من الناس اللي اعتقد على الغرامات هي اللي تعلم السلوك المدني، بلي الناس الاخرى ما هم اكثر تحضر منا احنا ولا شيء، لانه واحد نيوع مع الصباح ويمشي ما هو مستعد يظل يدفع الغرامات يرجع البيت وما عنده شيء، هو اللي يعود مصر على انه يجي الفروج يوقف، يعود مصر على انه يدير سينتير، يعود مصر على انه يطبق القانون، ده هو اللي هون يعدل عندنا احنا، ما في تاجر مستعد يتمكن النهار يدفع غرامه باللي لا يخسر. ونقولها لهم انا قاعد في الكلام اللي المحادثات معاهم، نقول لين تقعدوا تبقوا تحترموا السعر، لين تختاروا تخالفوا، انتم احنا كل نهار غربوكم في النهايه اللي تخسروا، انتم في النهايه داروا تربحوا، معكم خليكم تلتزموا بالامور. فقط موضوع مهم ومالين اختار نذكر به، على انه وهون ماني موجه لكم انتم اساسا يا غير من خلالكم للمستمعين، بلي نعرف ان هذا النوع من اللقاءات يبث ويسمعه الناس، على ان اللي هي حمايه المستهلك على انها جزء من الشريعه الاسلاميه، واحنا مجتمع اسلامي، لان في نظام كان ينقال نظام الحسبه، يعني كانوا موظفين في زمن الدول الاسلاميه والدول الامويه العباسيه والفاطميه موظفين حسبه، كانوا يقضوا ويخرصوا الموازين، يخرصوا الناس، كانوا يغشوا ويخرصوا كل شيء، كانوا جزء من الشريعه الاسلاميه. وفيه يعني استدلالات من الشرع عليها، من غشنا فليس منا، هذا من صلب التراث الاسلامي، يعني الشريعه اعتمدت حرمت التجارات والعقود التي قد تؤدي للممارسات غير العادية، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذه من النصوص اللي يرجع لها في النوع، والعقود غير الواضحة النتائج كبيع الثمر على الشجر قبل أن يبدو صلاحه. اعتمدت مبادئ منها إزالة الجهالة المفضية للتنازع من شروط العقد أو صفة البضاعة، كما عرفت حماية المستهلك على النطاق العلمي الرسمي، عرفت على النطاق العلمي الرسمي والشعبي بالحسبة كيف اللي قلت لكم قبيل، جزء إشارات بقيت نأخذ عليها، يعني نعرف تأثير الدين الإسلامي في المخيلة المجتمعية للمواطنين الموريتانيين. لا تخسر شيء، عفوا أذكر بها، فما رواية نختار نركز عليها، على ان الامل هو يعني اهم شيء في حياة الشعوب، عندنا نقدر نعود وخاونا على فترات صعيبة، نقدر نعود وصدمنا في ياسر من الامور، نقدر نعود قالوا لنا روايات وصدقناهم، يا غير ما يالفنا نبثوا اليأس في المتلقي في الشعب الموريتاني، لانه لين يخلق اليأس لا تمشي الاوضاع شعر شيء سلبي، اللي الناس لين يفقدوا الامل على ان في اصلاح، ما تلاقي قدامهم كون لا ديلينكونس وشي خاسر وهابي اللي مات له ولينا فشلوا كامل، اللي تفشل الطبقه السياسيه تفشل الطبقه الحاكمه، معناها اللي يالطنا نحاولوا على ان نبثوا الامل، باللي الامل حياه الانسان من دون امل حياته ما عندها معنى، يعني قد عود ظروف سيئه اليوم الصبح تعود احسن، تعود احسن ان عود فم الناس اللي عندهم الاصرار وعندهم القدره الفكريه والبدنيه على انهم يقدموا الامور ذات تتقدم ان شاء الله. طبعا حمايه المستهلك ثقافه، يلا تعاونونا احنا، انتم تعاونوا احنا والمجتمع كاملين تنتشر، عقب ذاك اللي يعود دور الدوله قليل،
لان فوت انتشر الثقافه دارت عقب تعود دور الدوله قليل، لان عدوا المستهلكين اكثر من روسهم يقدوا نظموا روسهم ياك تموا يبلغوا عن المخالفات تعود الدوله تتدخل. واحنا معتبرونها استراتيجيه طويله الامد، وان شاء الله اذا كملنا ندور نكملوها، لان فوت تعود كل مقاطعه على الاقل يعود فيها موظف الحاله المدنيه يعود يتعامل مع السلطات الاداريه، ولا ما كملنا ندار وخلوها له باقي على طريق ملي واضحه يعود ما قدامهم عناء كبير على انهم يكملوا. طبعا الاسئله كانت كامله مركزه على موضوع الساعه اللي هو فتح الاسواق وهذا، ومبارك مع هذيك القضيه مبارك معها، وصدقوني نفس الاحساس اللي عندكم ونفس الدرانج ما اللي يخلق لكم يخلق الرئيس الجمهوريه، لانه رئيس الدولة عنده جميع المعلومات توصل، ما في أي شكوى بلغتكم أنتم ما وصلت، لأن أجهزة الدولة كاملة توصل له المعلومات ومطلع عليها، وأخبار الماء والكهرباء قليل مجلس وزراء ما يجيب ليست يقول لهم بليدة الفلانية فيها بومب خاسرة، بليدة الفلانية فيها جروب ما يشتغل، بليدة الفلانية الأسبوع اللي بعده يسوي لهم منين لحقتوا هذاك، يعني الاهتمام موجود. يا غير فم موضوع يلا نفهمه كاملين، دائما نقعدوا نتكلموا في مشاكل موريتانيا يلا نعود نعرفوا بتجي موريتانيا، لان توخر عليكم انتم خبر فيها، نعرفوا امكانيات موريتانيا، يا كذا كامل اللي نقول يعود متوازن يعود ما يخلق حاله من الاقتحام من الاحتقان، لان انت تمشي الامكانيات مع هذا اللي يعدل معناه الامور كامله جيده، باللي عندك الا هذا حاول تعدل به اللي تحتاج، ما يلا تقارن بين مع ناس اخرى امكانياتكم ما هي واحده. واحنا هون نشكر الشعب الموريتاني يعني على شجاعته يعني وتمسكه بالاوامر اللي صدرت له من قيادته ومن حكومته باحترام ذو الاجراءات، ونعرف ان الناس كانوا صبورين وكانوا شجعان على انهم احترموا ذا كامل، يا غير نقول لهم على الامور جايه مبارك معها، اللي صبر شهر وشي يصبر يوم يومين ان شاء الله، ذا كامل ذاك كل المواضيع اللي تخطر على بالهم مبارك معها، لكن الحلول الارتجاليه وهذا ما ينافع، وتعود هي اللي وصلتنا اللي احنا فيه. الاوامر الفرديه هي ابسط شيء، يعني قال لك عدل كذا، غير الاوامر اللي مقبوله بالتشاور تقبل الوقت، لابد ان نصمتوا للناس كامله ونوزن ونعرف الصالح من الخاس. الاخر فردي يقول له وزير فلان عدل كذا ولا فلان عدل كذا بسيطه، ما تطلب وقت. اجمالا اللي يتعلق بالماء الشرب وماء الشروب والكهرباء حق التعويض والامور الاخرى في القانون، احنا كنا نقدو خرصنا قبلنا قوانين الدول المحيطه بنا، قبلنا قانون حمايه المستهلك في الاتحاد الاوروبي لدول الاتحاد الاوروبي كامله الولايات المتحده، كنا نقبلوا اكمل قانون، يا قرده ما هو الهدف، لان احنا بادئين لنمشوا نديروا ذا اللي بازيك ذا اللي اساسي نديروه ذا اللي اساسي وذا اللي كانت شاكيه منه الناس اللي يتعلق بالغذاء، لان هو تنعتنوا عليه تعود عندنا مؤسسه تستاهل ذا الاسم عندها الامكانيات وذا الشيء نقيسوا لهم ولا اخرى وذا كامل يجي لها بالتدرج. وثانيا في مشكله شوي شرطوا عليها قضايا الصناعه والسيرفيس وذا كامل في حمايه المستهلك وده وكل شيء، يا غير طبيعه الاورجانيغرام في الجوفرنمان عندنا احنا على انه الديبارتمان ما هم لي كونفيغوراسيون معي كيف لي ديبارتمان، سمحوا لي عيات نقول كلمات فرنسي مع اني نبقي العربيه ونتكلمها بطلاقه، غير لا عيت نقول كلمات فتو. تشكيلتهم مختلفه، احنا عندنا وزاره الصناعه وعندنا وزاره التجاره، فاغلب الدول الاخرين عندهم وزارات الصناعه والتجاره، والله زاد يعود عندهم وزارات تابعه وصيه لهم هو البيع، والقانون كامل تحت وصايه وزاره التجاره، غير ما فهم شيء ضايع هذا كامل قد ولا ترى لين نفوت ويعود عندنا الوسائل، كيف قلتوا كاملين عن القانون ما يلا يعود حبر على ورق. دونك لين نمشوا نعدلوا قوانين احنا ما عندنا لها الوسائل الماديه ولا البشريه ولا التقنيه معناها تعود حبر على ورق، هذا هو اللي احنا خايفين منه. ان عدلنا اللي قد يعامل معاه بالوسائل اللي عندنا ومع التطور دار الامور تمشي ان شاء الله. و طبعا الاسعار فيها مشكله شوي عن الناس، واحد دائما صنف الناس يقول هذا كان بكذا، غير كان في الماضي فمع عده عوامل تدخل في السعر نفسه في السعر البضاعه، في عده عوامل ما يعامل واحد ينعود كان قد يعود قد يعود ديفيز ديك الساعه كانت تهون عاد توعر معناه
مقارنة السعر في الماضي لين ما ينقبل جميع العوامل تدخل في تكوين السعر ما هي ما هي ما هي ما هي مصيفة حتى. وأنا بعد بكل أمانة نقول لكم على أن في ذي الظرفية الذهي لابد نعود نتكلم من أطر كلامي بالظرفية، لأنه أن كونتست إنترناسيونال ما نقدر نتكلم ونعود نديروه في الزر عن الحكومة أنها على الأقل ثبتت أسعار المواد الأساسية إلى عاد ما خلق فيها نقص هو محسوس حتى ولا اكسترا اوردينار، ثبتت بقى ما في اي ماده ورق طالعه عن مستوياتها اللي كانت عليها الياديم، وهذا ما يهم يعني بكل امانه زي معلوماتي محصلها بنفسي، ما هي معلومات للسيرفيس اللي نعرف الطريقه اللي نقبض بها الاسعار، ما هو ريمونتي دي سيرفيس اللي عيات تعود يجيبوا معلومات ما هي صالحه، معلومات حقيقيه. وهذا نعتبره نجاح لان في دوله ما تصنع شيء، لان تقول ما تصنع شيء كل شيء تستورده، هوامش تاثيرك على الاسعار ما عندك هنا الرقابة، ما عندك أي شيء ثاني، ما عندك دعم، ما عندك شيء، ما عندك لا رقابة، مع أن هنا الرقابة تعدل شغلتها على الأقل. طبعاً التثقيف والتعويض وكلها نعرفها وشفناها وكنا نقدر نضيفوها، غير ما فتنا عندنا نقدر نعدلوها، لابد الصبر علينا شوي باللي إحنا ما همنا نتخادعوا، ما همنا نعدلوا رواية تعود عندها نتيجة. طبعا سمعت ذاك كامل ومعاكم فيه عن بتعود الوضعيه صعبه للمواطنين، وش غير لا نحاولوا تنتم نبتعدوا عن مفردات المبالغه، نقول الناس ماتت بها جوع، الناس خلات هذيك مفردات مبالغه، ينقال ما هي يلا حد يتم يعود بياك ما يخ ما ي ما ي ما يولد الاضطرابات والشيء باللي الكلام دائما يلا المواضيع اللي تتعلق بالسكينه العامه، وهذا يلا حاول حد يستخدم فيها مصطلحات تعود تعبر عن الواقع. طبعا الذبح حد قبيل قال الذبح نختار نرجع له باللي مهم، هون نتكلموا عن الحمل جاي من الخارج. احنا هون طبعا عندنا لا طريقه الذبح الواحده، قال الحمل جاي هون يجينا الحمل جوك يجونا من الخارج، لا بد يعود مكتوب نعود مكتوب لنا فيها طريقه الذبح لانه مذبوح للطريقه الاسلاميه. كلمه حلال عيات تعود فضفاضه، ما هي قبال اللي احسن شيء. الموسم السياحي قضيته قد سمعناها وعلقنا عليها، قلنا فيها ذاك اللي عدلنا فيها بيان، طبعا ما يخلك شيء بتكون باتفاق مع الحكومه الموريتانيه هي اللي تعرف من اين انت ومنين ومتى قد يعدل ذاك، ما في اي مشكله. ظروف التخزين من المسائل المهمه جدا، ما لا تقل اهميه عن الزراعه اللي اشاروا لها واحدين منكم، وانا شاطرهم الراي عن الاستقلاليه في المواد الغذائية أساسا تمثل الاستقلالية الدستورية للبلد، لأن دولة تعود مستقلة في غذائها وفي أسر أمورها تعود مستقلة في قرارها السياسي، ذاك مهم جدا، مسألة استراتيجية يلا نشتغلوا عليها كاملين. والتخزين عندنا قيد الدراسة، همنا نعدلوا الشركة للتخزين الذي السلع تحتاج للتبريد خصوصا الخضروات اللي ما عندنا فيها استقلال ذاتي وتجينا من دولة معروفة، ضم دراسة وفات يلا تقدم مجلس وزراء ليعدل سوق والله مش التخزين وتوزيع الخضروات والفواكه اللي تعود في بيكادي 6 اللي تعود على 25 هكتار اللي تعود عملاقة قد توفر لنا مدة طويلة من الاكتفاء الذاتي، وتقدم اللي تعاون في تخزين الخضروات اللي تنتج محليا اللي يقولوا لها ان ياسر منها يخسر به اللي ما عنده بليده للتخزين، دراسته جاهزه وخاصته يقدم مجلس الوزراء. اذا واحد من الحلول اللي همنا نساعده بها كان الاكتفاء الذاتي للبلد. قلت في اللجنه يومي هذا على ان اللي همنا نعدلوا حمايه المستهلك لابد يعود عنده انفون تكنيك، معناها لابد يعود عندك مخابر وهذا ياك تعرف اذا خاسر شو من الامور يعني تيشانتيوني وتعرف. قلت لنا اللي عندنا فتنا قاعد عرضناها على مجلس الوزراء لان تعدل وكاله وطنيه لسلامه الاغذيه. هون فم شو من الناس يتخموا ب FDA اللي هي الاغذيه وال وال وال
الادويه في امريكا لاجنس قال اف دي اي، غير احنا هون دائما ما استنا عندنا نختار ونخلطهم بين القطاعين باللي فيهم ياسر من الامور اللي مازالت يالتها تعد. وفما ان بروبليم دو ريسورس زيمان بلي انه على بد من ديزكسبير والناس اللي يعرفوا هذا هي شو يا غير بعد هي اللي تعدل قريبا ان شاء الله قريب متباركين مع لي تكس. النايب محمد مولود كان يتكلم على المنافسه لا كونكيرونس، ظهر لي علينا عندنا ان لوا سي لا كونكيرونس مبارك معاها انتوا هذه الدار تقدم لكم ان شاء الله هم اللي ياك توضحها ذاك لي كونديسيون اللي يلا الناس يعودوا يتنافسوا فيها. البيانات طبعا هدفنا هو نشر البيانات باللي نختار نعودوا ترانسبارون ونفاليريزو الواحدين في يامس دي عنه اعتقد يامس والله النامس شرنا حصيله عمل اداره حمايه المستهلك خلال شهر ابريل، وكان عدد العمليات اللي عدلوا عدد التدخلات اللي عدلوا كانوا 600 وشوي خلال الشهر، كان فيها عمليات اغلاق عمليات زياده اسعار وكل شيء، وهذا رقم صغير يا غير نقارنوا الشهر اللي سابقه كان 230 يعني مشاو 230 600 نقارنوا بالدول الاخرى. السعوديه عندي نشرتهم الماضي معدلين 6000 عمليه غير عندهم جيش ما هو كيتنا احنا نطمحوا لان نعود عندنا نفس الوسائل اللي عندهم. قضية اللغة هذه نختار نخلي بينكم توما معها باللي حقكم يا غير بعد اللي نختار نوضح فيها رواية عنه، وحنا نكتبوا هذا ما كان عندنا أي فهم ما كان في راسنا في أي لحظة قضية اللغة والدستور وهذا خرصوا احنا خرصوا المسائل اللي تعاوننا تكنيك ما باللي هذه مسألة فنية العربية فرصة علينا نديروها باللغة الرسمية غير قلنا احنا لا درنا الصينية ما تزيدنا بشيء باللي كم 1% يعرف الصينيه هون ما يسهل الفرنسيه كم 1% يتكلم الفرنسيه هذا هو المعيار ما في اي معيار ثاني وانا بعد قاعد ماني من الناس اللي يتخمون التخمين يعني بالنسبه لي مواطن موريتاني يتكلم كذا ذاك انسجون دقري ما هو اللي حد المهم انه يعود موريتاني ومن حقه هو كمستهلك يعود ما يعرف اللغه العربيه نوفر له لغه يفهمها هذه من حقوق الاساسيه للمستهلك ما ندرنا فيها البعد السياسي وهذا ظرك ظاهر لي انها انا بعد ماني مقتنع لانها مضاده للدستور ابدا والله ما نعود درتها قاع لانها عندها علاقه بالدستور ما ندير ظرك قد ماني قايل على انه روايه كبار من قدر قلت لا تخلى وتبدل عقب لين يفوت لو بدل شيء وهذا كامل تدريجي ما يقد يعود كامل 100% ما تصح ما فهم داعي ان نعدلوا دي بوليميك مع اني بعد شفت الجو جوكم رائع بصراحه ما كامل كان في اطار وحدود العمل الانساني ما في شيء اكبر من قد فهم مواد تكلم فيهم في النص من الناحيه القانونيه انا ما طبيعتي شيء ما هو تخصصي ما نبقي نتكلم فيه القانون ما نعرف صراحه قال مستشاري انه ذا قالوا ان ذاك اللي قالوه هو اول صالح مع ان ما اون با لا بور ترانشي اختيروا حد ثاني ترانشي بيناتنا نحن وهم الامور الاخرى بشكل عام اعتقد الجوده وذاك الشيء لين فوت يخلقوا لي لابوراتوار وذاك كامل دار يخلق وحنا معدلين لا من اجل هذا ان شاء الله دار يعود فم ان سويفي دلاشن من عند لا كوماند في الخارج لين توصل غير فم ان اسبي مهم تقولوا انتم ما طرقتوا له لان ذا القانون يسمح بتنظيم السوق لين فوت يدخل يابليك لينظم السوق يحاول يقضي بروغريسيفمون على هذا السيكتور انفورمال بلي يعود مول البوتيك يقطع ترخيص ياك يعني نعودوا نعرفوا عندنا كم من بوتيك السقط ليعود صاحب الاستيراد نعرفوا هو منه عنده شوق ليعود اللي يبيع ديميغرو نصف الجمله عنده ياك الناس والقطاعات والمصنفه ياك يعود عندنا دي ستاتستيك لان بدون دي ستاتستيك الدوله ما عندها معنى بلي دون لي ستاتستيك يعود لاكسيون دي ليتات تعود رابيه بلي بدل ما تعدل الروايه راك تحتاج تتعدل لي ستاتستيك لا بد يعود كل شيء عندنا في دي ستاتستيك بلي نين يعود القطاع منظم يعود تعرف ديمي جروسيس تعرف عندك كم منهم
كم يشقلوا من رقاش اذا ينقص عنك لتو دو شوماج اللي يجوك واحدين يعطوك ارقام ما تعرف جايبين هنا يقول لك البطاله في كذا ما تعرف بالضبط اللي يقعد ما فهم ان انفيرونمنت ستاتستيك هو اللي ريمونتي لي شيفر كاملين يتم دائما في ملدوت ذاك هون عدلوا ما بينا اياك نقبل الفضه من عند الناس يا غير اياك يقول عندنا ديباز دوني. طبعا اعاده هذا الكور راه لي اعادته مهمه اللي هو اللي اسانسي يشتغل دونك لي راجعوا لي يخلق ان ريكريتمان ولا فونكسيون بوبليك يقبلوا دي زاجان دي كادر يعودوا ياك 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 شقلوا الاداره يعني الاداره ما عندهم اللي ريسورس زمان حتى الا عطيت لها ريسورس فينانسيه ما تقدر تشتغل به اللي مهم. وشاكركم واعتقد وسمحوا لي لا تنسيت رواب اللي جنوتي بوكو دو شوز كان فيهم شي في تكرار ونزيد نرجع مره اخرى نقول اني شاكر المواطنين الموريتانيين وشيد بجهودهم ووقوفهم حدا حكومتهم ورقائدهم وعنهم ان شاء الله ما عليه يخيب املهم عندي الحكومه ذاك القائد هم اللي داروا يرجعوا يوقفوا زرهم هما حسب الامكانيات المتاحه ان شاء الله. واعلنا املنا كبير في المستقبل وخمس سنوات فاتوا مشاو منها لا شهره عنهم ذا كامل دار يخلق ان شاء الله وحسب الامكانيات يا غير بعد اللي نقدر ناكد على انه ما فيه تهاون ما فيه سوء نيه ما فيه تحايل عن اللي نقوله كامل نابع من ارادتنا ومن اعماق قلبنا بلي بلدنا نختاروه مقيرنا للناس الاخرى نختاروه نشوفه هي لا تتحسن ان شاء الله. شكرا. السيد الوزير